السلام عليكم الخوت، حياكم الله اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. الخوت اليوم راه فيديو جديد، تاريخ 22/1/2024، تنتواجد في السوق ديال الاثنين ديال قلعه السراغنه الخوت، غنديروا افتتاح بنعجه، راه السوق نعجه ملكيه اللهم بارك. هذه راه تقديتها ولكن ما عن بيعاش حد المتتبع، والله اقسم بالله ما عرفوش من المدينه، كان صيفط لي واحد 7000 درهم وقال لي مصطفى شري لي نعجه ملكيه وباش ما تقديتيها غنزيدك الفلوس، وانا والله ما عارفو منين. خويا مرضي الواتساب ديالك راه غابر ليا في الواتساب، بس خاصني شحال نقلب عليه، والله العظيم ما تعيطوا لي الناس في الواتساب، الواتساب تيغبر فهمتي، وما كتدير لي السميه وما ما عارفوش انا الصراحه حتى منين. كتصيفط لي لا كارت وصيفط لي فلوس، تنقول داكشي اللي كاين ورزاق الله، راه يبارك تبارك الله. 8500 درهم، 170000 ريال، اللهم بارك. المليح اللي عارف ليه راه يصدق، واللي ما عارفش المليح راه ما يصدقش، صدق او لا تصدق. هذه هي السلعه دوريجين، راه النعجه راه ديال 10000 درهم هذه، اللهم بارك تبارك الله، راه القرقاع تبارك الله. والدة كرونتوا، والد الجمال، جمال جمال، اللهم بارك كرونتوا، الله يبارك، الله يبارك تبارك الله. المليح راه بحقه، والدرع الدرع قداش تبارك الله، واش راه السوق العوينه؟ الله يبارك تبارك الله، الدرع اللهم بارك. النعجه راه ما دايراش داخله شي وحده بحالها في السوق، الله يبارك تبارك الله. اليوم راه فيديو، كملوا معايا الفيديو، راه نصوروا معكم فيديو في السوق وكل شيء ان شاء الله، الاثمنه وكل شيء. ومرحبا بالخوت، هذه راه ما في بيع ما في شراء الخوت، ما نبيعش لشي متتبع. المتتبع اللي مصيفط لي الامانه نعجتك هي لقيتها لك، قلت لي اشري نعجه ملكيه تكون ما دايراشي، ها النعجه هي قديتها لك خويا المرضي، مرحبا بك. حيد وليدي حيد، الله يبارك تبارك الله تبارك الله. هز لها ولد واحد وسير سعي، سير خليها تمشى، خليها تمشى، خليها تمشى، المشيه المشيه، سير خليها تمشى سعي، سير سير سير، بارك الله بارك الله، الله يبارك. النعجه راه صندوق وكل شيء وبادره، الله يبارك الله يبارك تبارك الله. حاز وليدك، حاز وليدك، راه حل بابا سعيد، حل سعيد، حل بابا سعيد، حل، خلي سعيد يحل الباب. ها الدرع تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله، راه نعجه ونص، ماشي بقات في نعجه، راه نعجه ونص هذه. كال كال كالي، راه شارجيها شارجيها شارجيها. كملوا معايا الفيديو في السوق الخوت، مرحبا بكم، فرجة ممتعة، الله يدير الخير. تنسالكم الدعاء، راه بنشارجيو بنشور الرباط إن شاء الله في العشية الله يسخر له، والله يدير الخير. بارك الخوت، اليوم راه تقديت جوج حوالة، وتقديت هاد العشرة الخرفان هما بدريين، هادو بنكملوا بهم فياج إن شاء الله. الله يبارك، بانشارجيو ان شاء الله ونمشيو ندو السلعه للرباط ان شاء الله، الله يسخر له. السلعه اللي تقديت البارح من البروج، وهاد الخير بنكملو به الفياج جوج حواله. هذا تقديته ب 4500 درهم، سنان الحليب مليح، وهذا 85، ها هذا 85، 4250 درهم. عجبوني حواله مطلوقين تبارك الله، جبدين الله يبارك تبارك الله، سنان الحليب وسنان الحليب وعشرة جرادة عديق جرادة، خلي خرفان بعدهم، الله يبارك. عشرة الخرفان راهم عجبوني، راهم بدريين تبارك الله، وسلعة زينة تبارك الله. هادو راه 64 قلاش، 64 3200 درهم قلاش، قال حد شوية قل شي 300 ريال، الله يبارك تبارك الله. سلعة اللهم بارك، سلعة 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 وسلعة ميصلة تبارك الله، خرفان بدريين، خرفان بدريين مطلوقين تبارك الله، الله يبارك. 64 3200 درهم، والمليح المليح المليح الخوت المليح. هادو غنكملو بهم الفياج ان شاء الله، شاري غير مغليضة ولكن باغي نشريو كاليتي ثاني للمتتبع ديالنا يكون بحال هاد البلان هذا ان شاء الله. الله يبارك تبارك الله، الله يبارك. ها ماكينة المليح وماكينة الجمال، المتتبع اللي جا ألف وألف وألف مرحبا بيه، راه نشري ليه بحال شرا ليه الأخ ديالو، اللهم بارك. هذا راه 85 كما قلت لكم، 4250 درهم، وهذا الله يبارك راه 4500، 90000 ريال، وسنا الحليب، الله يبارك. راه سير سير شارجيو، سير طلق عاتي، طلق دابا، طلقهم طلقهم اسمو محمد، طلق سير على الله، سير 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 على الله. تبارك الله تبارك الله، سير شارجيو الدراري، سير سير على الله، سير شارجيتو الغلان، خليهم خليهم وليدي يدوزو، خليهم الله فين هو كمال محمد؟ كمال حومه لاباس كبر الدار هما يشتي معاه جبرت تحيه لكمال ولدي غبر علينا قاعد 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 غبر علينا ياك
كال كال سير على كال 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 يلا سرجيو يلا اللهم يسر الله يدير خير كملوا معي الفيديو. لا 136 و4000 خويا احمد السلام عليكم. حريبي القدام من عولي لحريبي. كدير اخو احمد؟ ماشي زعما كساب ولا شي حاجه باش ندور ناب. خو احمد السلام عليكم. الله يحفظك خويا. هذا الزين شحال تبارك الله. خير مولانا. عظامه تبارك الله. الله يبارك. اسداسي تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. شحال خويا احمد الثمن المشرى؟ خويا الثمن المشرى 136 وعاطينا 4000. 136 المشرى؟ 6800 درهم. اي هاد الناس اللي واقفين معايا راهم شارين عندك. الله يبارك. ما زادونا والو قال لك. علاش يسولوا فيك؟ اين 1000 مصطفى؟ لا 1000 ما ربحش. والف رمادي 2000 الاخرى. بلاتي. رمادي 2000 وربية 3000. بلاتي يعطيني دماغ. الله يرحم باك ابراهيم. انا طابرين 4000. حد شويه احمد احمد حد شويه لهي حد شويه احمد نجيبوا الحولي حولي مليح الخو 136000 ريال الخو الله يبارك ما عمرك شريت شي حولي مولاه بقى يبكي لي حداه قد هذا وحق الله في حياتي خرجوا 136 كيفاش بقى يبكي؟ بقى قال لك كاين اللي عز عليه مالا لا اللي باع العود عز عليه واو باع واحد العود عرفت ثلاث مرات ولا اربعه وما يمشي وجهه ثلاثه انت راه حنا عارفين مولاه راه مولاه منين مولاه وين الزياد الحولي بحال العود داك تيشادو الله يبارك تبارك الله بلاتي السيد بلاتي السيد لا بلاش بلاش راه يهرب لا مزيان جاي تشوف الجبوديه ديالو لا حولي مليح الصراحه 136 الخوت 6800 درهم باش تشريها احمد باش ولع عليه الله يبارك تبارك الله كانت خارج وياك ابراهيم اه اللهم بارك تبارك الله تبارك الله لا يا خايب لا يا خايب حيد احمد حيد احمد ها قاعد المعلم حل عيني لما عندك عين دير 10 قاعد المعلم خير مولانا هذاك بسطه والزين سوريا اللهم بارك تبارك الله تبارك الله راسو لا لا المليح عرضو المسلم قداش وركابي قداش لا لا المليح الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يعطيك الصحة ودي أحمد ما داعش داك الشيء اللي كان ما داعش ما داعش الله يعطيك الصحة ودي أحمد وما تمشيش أنت الماركة أنا مارت الله يبارك تبارك الله لا كاين كاين لا حول يا صاحبي لا المليح لا عجبني الصراحة هذا باش مديها مولا مزيان مليون مزيان لي مليون ونص مزيان اه واحمد دابا انت ما عندكش التليفون دابا كنديرو ليك كيف كيف يا خمسه يلا سير الله يسخر يلا سير الله يسخر خو احمد الله يحفظك خو احمد اللهم يسر الله يحفظك بالصحة الله يحفظك بالله يلا احمد الله يسر لك اخويا تباع تباع لا تسمع شحال عطاوك احمد دابا 138 هذا الراجل ابراهيم ابراهيم ارشم الحولي 140 سمط ليا ارشم الحولي 140 راه مزيان ليك هاي هاي عود عمي هاي 140 صافي الله يربحو الله يربحو احمد ابراهيم راه ضريف بلا تسمع احمد والله كون ما فيك الرجل ما تديه لا عاطينا من غير واه صافي صابري ما مساليش عامر والله لا بقى لي ولا ما مساليش والله لا عندي السلعه وباغي نشارجي باغي نشري الرباط حبيبك اصاحبي يا العين يا الحل احنا يا الله يسر لك خو احمد تساعد مع دوك الناس والله يسر شوف ارباح السوق راه مزيان تبيع تحيد ما تتشارجي ما تهز ما والو ولا مليح مليح الله يسخر يا الله يسخر الله يحفظك الحاجه المتبوعه خايب بارك الله اللهم بارك راه حال خويا كيدير بخير خير تبارك الله خروف البدريه اللهم بارك المليح الله يبارك تبارك الله شحال من راس هذه شحال الثمن خويا؟ 28 28 1400 درهم الخو 28000 ريال الله يبارك تبارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله الله مليح اللهم بارك سلعه نقيه تبارك الله هذه كلها تجي للعيد مخيره ان شاء الله مع البدريه دابا هذه الخروف البدريه دابا طلع تبارك الله اه هاتها نضروا معها كامله تبارك الله الله يبارك نضروا معها كامله بكامله قاعد من اللي قاعد
غاتسلي عاش قتلت شي مرضي الوالدين اخو ادريس. الله يبارك تبارك الله. خلنا النيميرو خويا الحاج. ساكنه في الدار عاد. خلنا النيميرو. أيد. قول النيميرو. 06 53 53 05 05 12 12 60 60 اللهم بارك تبارك الله. حاجه مرحبا. الله يسر السي ادريس. تحياتي اخو ادريس. هلا كاين نقا اخو ادريس. معروف بالخروفه انت اخو ادريس. اختصاص ادريس في الخروفه البدريه تبارك الله الله يبارك. تيجي بسلعه مليح اكثر يتبيع البيع والشرايه تبارك الله في السوق اللهم بارك وتديهم لعبدوا البيع والشرايه ادريس وتتنفعوا من وراها الحمد لله الحمد لله. الله يبارك والله يسر خويا الحال الله يسر لكم الله يعاونكم. راه السوق اليوم الخوت الله يبارك تبارك الله الله يبارك المليح المليح اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله مشومه هذه النجمه هذه الله يبارك المليح 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 الخوت بارك الله جمع راه بحراجه جاي طالع الله يبارك تبارك الله تبارك الله دفوع ياك الملك دفوع الخوت اللهم بارك نعجره ملكيه هذه الله يبارك تبارك الله لا تنقول ملكيه راه كاين الزين تبارك الله اللهم بارك هذه الراسه عبد الله اي الله يحفظك نصوروهم عاد تقول لنا الثمن ياك عبد الله مرحبا خويا هذه تاهي ما نعاودوا فيها هضرتي سداسيه الخوت وهذه تاهي الزين الله يلاح حجله اللهم بارك الله يعطيك الصحه عبد الباس سداسيه من جمال جمال هذه مرسومه ولا ملامه من شركه الجمعيه ملامه من خارج ولكن كاين المليح ماشي بقى تفرش مع المليح لا كان راه كاين المليح لا لا كان كان صغيره مصطفى فيها هذه هاي جني كاين موجود موجود الله يحفظك الله يرحم والديك الله يبارك تبارك الله الجمال جمال اللهم بارك ندور معاه كامله تاهي بارك الله تبارك الله اسمح لينا اللي مشارك الجمعيه مع الدول الجمال الله العادي تبارك الله تبارك الله لكن المليح الله يبارك قلنا الثمن خويا عبدي لا دابا كل حاجه وثمنها الله يحفظك هذه ثمنها شحال ولا قلنا ديتها المشرة ديتها ب 94 المشرة عطوني فيها 500 درهم اي الله يحفظك تستاهل صراحه 500 درهم انا اش قلت لي 94 4700 درهم خلاصه الله يبارك تبارك الله راه مليحه الخوت الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله هذه شحال خويا عبد الله؟ هذه 52 الف ريال الرخاء هذه هذه دوختيني في المشرى داكشي باش داكشي باش هنا ورزق الله زدي لهم ثمنهم بزوج هاد دابا شحال ولا لا بغاهم شي مرضي بزوج هاد دابا هذه 52 المشرى 2600 درهم لا قول 146 بحال هذه عترخص هذه 146 146 ولاو بزوجات بارك الله بارك الله 146 بزوجات الخوت ثمن زوين الخوت بحال 7300 درهم زوج بهم 146 راه هذه الراسه اللهم بارك تبارك الله تبارك الله بارك الله قال لي مولاك تصوم قسما بالله ولكن الله عريضه هي تبارك الله ولكن الله اعلم هذاك الشيء اللي كاين خلنا النيميرو عبد الله قول 0642 38 36 60 اللي بغاهم راه يتصل بعبد الله مرحبا راه النعاش ملاحه راه كاين القرقاع تبارك الله شادينها مجبدين لا لا مليحه مليحه تبارك الله اللهم بارك المليح المليح الخوت الله يبارك تبارك الله والله يسر لك واحد باص تحياتي لكم الله يحفظك الله يحفظك بارك الله اللهم بارك هادو خويا محفوظ دفعت هذه الدفعه وهذه باقي معطله شوي جني كاين جني كاين ياك الله يحفظك هذه دافعه وهذه راه جني موجود الله يرحم والدين السن نيات نيات كاين الصغور تبارك الله هات نيات الخوت الله يبارك النجمه الله يبارك تبارك الله شحال ثمنهم اخويا محفوظ 90000 اخويا خلاص المشرى ما نعاودوا هذا الله يبارك تبارك الله هذه تيارة بدات تحط هي بدات ترخي هذه الله يبارك تبارك الله 90000 4500 درهم اللهم بارك تبارك الله 4500 درهم الله يبارك اسمح لي يا امي حولي الدرويش لا حاولية الدرويش لا ها؟ هذوما حاولية الدرويش السلعة ديال الدراوش وسلعة زينة تبارك الله منورة وثمن زوين لا تنصيب عندك ثمن زوين علاش نقول لك أنا هذه الهضرة؟ علاش نقول لك أنا سلعة الدراوش؟ تنصيب عندك ديما ثمن زوين كاين دراري اللي عشاقة ديال مثلا اللي مرشوم ما كيقدرش عليه بسوما كثير واه واه كيبغي يتهلى تيبغي يتهلى كيصيفها ضعيفة ولا شنو كيقول اللهم تهلى فيها وتبقى عندي أحسن ما نشريها نشريها غالية بثمن ثمن طالع طالع واه الله يبارك تبارك الله
الله يبارك. اللهم بارك. سمعت اش تراش قال؟ نعم. بيض منقي. شو انا كنت نبيع مسلم تلاني الله خويا مصطفى. تلاني الله وعزيز عليا الرحمة دابا انا جيت الرحمة. حتى بعت وشريت. الله يحفظك، الله يحفظك. الناس خير مع الناس، تعاون مع الناس. معيشة زوينة. الله يحفظك، بارك الله فيك. الناس مرضيين. الله يحفظك. مصطفى راك درويش ومرضي ولا كان خير. الله يحفظك. وعزيز عليك السبب. وعزيز عليك المعقول. الله يحفظك. الله يفرحك المرضى. يا ربي امين. الله يكبر بيك. احنا زوينين. الله يحفظك، الله يحفظك المرضى. هذا باش تصدق والمعقول. وهذاك الشيء اللي كاين، وهذاك الشيء باش غادي الحمد لله. ما كرهتش دابا ندير رجيلات انا وندخل. الله يحفظك والله. هي زوينه ان هي تربي الصدق. الصدق الله يحفظك. قول النيميرو خا محفوظ. 06 28 88 83 47 اللي بغا معاد محفوظ راهم ملاحات الخوت هادو ثمن زوين، ثمن زوين راه 4500 درهم راه ثمن زوين. يعطي شويه ديال المعاش وراه يقول بالشاري ورزق الله هادشي اللي كاين الخوت. الله يبارك. الله يستر خا محفوظ تحياتي. الله يعاون، تحية للعمة. بارك الله، اللهم بارك. هذه الفروخة شحال ولاد المدرسة؟ الله يبارك. مصطفى طايحة ب 41 و500. المشرى المشرى. المشرى 41 41 و500. 41 و500 الخوت. 2075 درهم. 41 و500 ريال الخوت. شحال من راس هي؟ 15 راس. اللهم بارك تبارك الله. 41 و500 2075 درهم. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك، الله يبارك تبارك الله. 15 راس مزرده هذه اللي بغاها الخوت ينقبها راه مليحه تبارك الله. هذه راه تهليار خروف السلعه راه هي اللي تطلع الليل قبل النهار الخوت. راه فروخه زوينين صغار ولكن تهلاو طلعوا يجريوا. الله يبارك، الله يبارك تبارك الله. والله يرحمنا برحمته. الله يعاود شي رويه ديال المطار ان شاء الله، تعاود شي تعويده ان شاء الله. الله يبارك. خلنا النيميرو عبد الرحيم خويا. 06 59 85 85 02 38 38 اللي بغا توصل ليه هنا قريب. كاين عندك الترونسبور ماشي مشكل بحال كازا برشيد. لا كازا برشيد تيقول لي في الكار ولا يجي يصيفط لي شي واحد. كان هنا قريب لا خلص لك المازوط ديالي كازا راه قريب. ما ندي والو نكذبوا على الفاسطه نقول لكم كل شيء. والله يستر خويا عبد الرحيم. تحياتي ليك اخويا. بغينا نمشيو عندو بروسنا راه نمشيو بروسنا. الله يسر ليكم. الله يحفظكم. بارك الله. القايد راه عز عليك المليح القايد الله يبارك. شحال هاد الخير تبارك الله. المشرى 58 58 الخوت هاد الخير هذا تبارك الله. 2900 درهم. اللهم بارك ولكن راه السلعه البدري دوريجين هو هذا الخوت. الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك. بارك الله. بارك الله. أم سمك. مليح الخوت. هذا معاهم. حيد حط الخير تبارك الله. هذه بحال هاد الحزيزه بنوريوها الخوت تشد مزيان. أنا نعطيهم واحد النصيحة، واحد النصيحة راه دواها. هذه الزيت محروقة. الزيت محروقة. الزيت محروقة نهز بليقة ندهن هنايا. جوج مرات ثلاثة ينوض صغب ما تبقاش بالتجربة ماشي راه مجربين ماشي. والزيت المحروقة ديال الموتور ديال الموتور هذه دير بالك القايد الله يحفظك. أي الزيت ديال الموتور محروقة وصافي خدامة في الموتور ومحيدة تدهن بها هادشي اللي كاين. الله يبارك تبارك الله. الله يستر لك خو القايد. تحياتي يا خويا. تباعوا السرحال هذو ياك؟ شحال تباعوا عمي السرحال؟ خويا 49 4000 ديال الرباح. 49 مشراهم؟ 49 راس مالهم الله يحفظك. 4000 ديال الرباح. 2450 درهم راس مالهم وتباعوا بحال 4000 ديال الرباح. 200 درهم ديال الرباح. خرفان بدريين هذو ميصلين. انه البدري راه البدري راه في بدري الخوت. الله يبارك تبارك الله. هذو بدريين حرين تبارك الله. ما كاين لا حبوب لا والو. الله يبارك تبارك الله. مليح. شحال من راسهم؟ ستة. الله يبارك تبارك الله. ستة الخرفان. الله يسر المولاهم السرحال. الله يعاونك اخويا. الله ياسين خويا كي داير بخير؟ الله يحفظك خويا ياسين. الله يبارك فيك خويا. الله يحفظك. هذا الخير شحال هذا مرسوم خويا ياسين؟ خويا مرسوم نمره جوج. نمره جوج. هذا ديال السعيد المنزاله. اييه نمره جوج الخوت هذا. يلا جايب الجموع يلا جايب الطرافيات. يلا جايب الطرافيات. كلهم منطقيين. الله يحفظك. شحال خويا المشرى ياسين؟ عنده ب 90 وخلصته ب 85. حيد لكم 250 درهم. 5000 ريال.
الله يبارك تبارك الله. دابا خلاصوا 85 الخوت 4250 درهم خلاصوا باش خلصوا ياسين راه مرشوم دوز ايام. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك الله يبارك تبارك الله بارك الله بارك الله. لا حول زين تبارك الله. خلنا النيميرو خويا. مرحبا اللي بغى شي واحد. تمن عجبني تمن زوين. مرحبا. تمن زوين مرفق تبارك الله. واه واه فاش ما بغى السيد تبارك الله. قيد النيميرو 15. قول النيميرو 06 71 73 13 79. اللهم بارك تبارك الله. اللي بغى راه يتصل بياسين الخوت راه حولي. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. بارك الله. الله يحفظك خويا ياسين حياك الله. ندوزو عند الاخ العياشي تا هو راه شاري حولي تا هو الله يبارك. خويا العياشي كي داير بخير؟ الله يحفظك. هذا جموع ياك جموع صغير. اللهم بارك. شحال خويا العياشي الثمن؟ 90 قال لواحد 90 قال لواحد 89 4450 درهم الخوت 89 هذا الله يبارك بارك الله. اليوم راه داخلين حوالات تبارك الله. الله يبارك الفولات ناضين حولي اللي بغى الشيء راه تبارك الله وثمن زوين ديال السرح تبارك الله. الله يبارك. اللهم هما مرشومش ياكل. الله يبارك تبارك الله. خلي النيميرو اخو العياش 06 48 15 94 98. اللهم بارك. نعم حيدت هذيك النمره اللي قلت لي حيدتيها صافي الله يعطيك الصحه. الله يستر اخو العياش حياك الله. ديلا كي داير بخير؟ الله يعزك. ها الجيرة خير في السن؟ يلاه هرست. يلاه هرستنا يا تبارك الله. اللهم بارك. حولي مليح راه فين المواصفات تبارك الله. جميع المواصفات الدمعات الدمعات الصبيبطات كاينين فيهم الكحولة تبارك الله. كلشي كاين. والعرض صندوق. الله كيديرات. الله يبارك. فروقات اللهم بارك. بارك الله. حولي مليح. شحال اخويا عبد الله الثمن؟ الثمن اخويا ولا علينا 130. 130. 6500 درهم. اي الله يعطيك الصحة اخو عبد الله. 6 انت احمد 6500 درهم الخوت 130 الخوت. الله يبارك. هذا راه حولي زوين. اللهم بارك. خاص الخروف زين وراه باقيتني. يلا طلعت النيات. يلا جيب النيات. الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. لا مليح تبارك الله. الله يبارك الله يبارك تبارك الله. لا لا خروف زين. انا عجبني فيه تالعرض تالعرض كاين. ومكسي. ومكسي. مكسي راه الحولي هو يكون مكسي. الحولي راه هو يكون مكسي. الله يبارك تبارك الله. خلي النيميرو خو عبد الله. مرحبا 06 42 38 36 60 الله يبارك. اللي بغى الخوت يتصل بعبد الله مرحبا. واي مدينه راه يوصلوا الخوت عبر الحافله ان شاء الله. الله يستر خو عبد الله. تحياتي لك خويا. الله يبارك. الفروخه هادو مصطفى 38 قال 200. 38 قال 200 مشراهم. مشراهم. الله يبارك. 38 قال 200 37 و800 1890 درهم. الله يبارك. شحال تكون عندهم من الشهر هذا ولد عمي؟ والله عم غتكون عندهم ما بين 3 شهور كامله. شهور نيشه. ها؟ ياك ولد عمي. الله يبارك بارك الله. الله يبارك بارك الله. الله يبارك الخوت اللي تيقول الحولي غالي في العيد الاضحى. هو راه باقي عنده 3 شهور دابا شحال؟ ب 38. والله العظيم وهاد الغلا جابته الوقت. والله يحسن العوال للجميع على اللي باغي يكسب اللي باغي يشري. شاري هادشي متتبع؟ صاحبك من سبت كزولة. اي روح شويه ندير البحث ما بغيناش نبيعوا كنا بغينا نروحوا للراجل. اي خلي لي الله يسر الله يسر الله يحفظك. خلي النيميرو ديالك. عجبتنا بغينا نخليوه. خلي النيميرو ديالك 06 76 62 96 39. الله يسر ليك. تحياتي لك خويا المرضي. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يبارك. با محمد كي داير بخير؟ بخير اخويا. الله يحفظك. هذا اش داير في السنه؟ رباعي. نعم رباعي رباعي. اللهم بارك بارك الله. شحال با محمد الثمن؟ 80. اليوم جاوني الحواله ثمن زوين في السوق 4000 درهم. 4000 درهم الخوت 80000 ريال باش خلصوا ندوروا مع الفولات كلشي. الله يبارك بارك الله. 4000 درهم الخوت 80000 ريال. الله يبارك تبارك الله ورباعي. اللهم بارك. خلي النيميرو با محمد قول 06 16 45 05 78. اللهم بارك تبارك الله. الله يسر با محمد. الله يرحم الله يعاونكم.
وديت السي مصطفى الله يحفظك. السي حسن حسن جيب لي حوليه هذه حوليه عاجبه راسك مليح وكاش مليح مليح الله يبارك حوليه مكسيه هذه غليظه زينه كثير اللي بيخليها للعيله هذه ما بيكسبهاش شحال الثمن 34 تباعت الله يسخر المولاه 34 قال 200 الله يبارك تبارك الله 34 قال 200 باش تباعت الخوت نعم هي الله يحفظك الله يبارك المولاه ان شاء الله اللي داها الله يبارك لي الله ييسر لكم الله يحفظكم نعم قلنا النيميرو 06 36 71 36 70 الله ييسر لكم الله يعاونكم زر وحده وسير وريت يا سير درواس سير الله يسهل عليكم سير الله يعاونكم الله ييسر لي سير الله ييسر